وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبدايه دائما مثل العاده بنبلش بالمعلومه. صدر على شعبة العلاقات العامة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغ بتذكر فيه أنه إلحاقا ببلاغ متعلق بتنبيه المواطنين حول تسوية أوضاع دراجاتهم الآلية التي تعمل بواسطة محرك كهربائي لجهة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل الآليات والسيارات قبل تاريخ 16 آب 2017. بهالإطار تبين انه بعض هالدراجات الاليه ما بيحمل لوحات المصنع يلي بتتضمن ماركه المركبه، طرازها، رقم الطراز المتسلسل فيها. هذا الشيء بشكل مخالفه للقانون، مما يؤدي لعدم امكان تسجيلها لدى المصلحه المختصه. تطبيقا للماده 298 المعطوفه على الماده 142 من قانون السير. لذلك تطلب المديرية العامة من المواطنين عدم قيادتها على الطرقات العامة لكونها مخالفة للقانون، تفاديا لتنظيم محاضر بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللي بنص عليها القانون. يعني في دراجات لازم كل صاحب دراجة ينتبه، مفروض يكون في طبعا خصوصا اللي بتشتغل على المحرك الكهربائي، ماركة المركبة، طرازها، رقم طراز المتسلسل فيها. إذا مش موجودين هي مخالفة، مش مفروض أبدا تمشوا فيها لأنه ما رح تقدروا تسجلوها. من المسؤول؟ طبعا خلينا نرد الحياة لوجوههم، هو موضوع حملة حتى نقول أنه اليوم المستشفيات الحكومية هي كمان صارت معنية، خصوصا مستشفى ظهر الباشق الجامعي الحكومي اللي رح يستضيف بكرة معالي وزير الصحة نائب دولة الرئيس غسان حسباني. خلينا نشوف الدعوة وبعده بنعطي التفاصيل. مرحبا، ما حقعد أتابك بالحكي. بدك توقف مخدرات؟ قرار صار بإيدك. تألفن هيدا الرقم، خذ موعد وبلش علاج. قدرتك المالية بطلت حاجز بيمنعك عن العلاج، لأنه بمستشفى ظهر الباشق الجامع الحكومي وزارة الصحة بتغطي لك النسبة الأكبر من الفاتورة الصحية. حتى القدرة المالية تبطل حاجز بوجه أي مواطن بيرغب بالعلاج. سريتك وخصوصيتك محفوظين. أنت طلع وما حدا بيقرب صوبك أو حتى بيدرى باسمك. علاقتك مباشرة منك للمستشفى ومن المستشفى إلك من دون تدخل أو علم أي طرف تاني. المخدرات هي منا حل لشيء، هي مشكلة لكل شيء بحياتك، لعقلك، صحتك، عائلتك، شغلك، صورتك بالمجتمع ومستقبلك. نحن بمستشفى ظهر الباشق الجامع الحكومي حطينا القرار بإيدك. نحن ناطرينك ودايما حدك. يعني هالالتزام قديش مهم، خصوصا مع شبيبتنا يلي للأسف بعدها لهلا. هي من يأس، هي من أسباب تاني، ولكن المهم أنه اليوم مستشفى ظهر الباشق الجامعي الحكومي يعني برعاية دولة الرئيس وزير الصحة غسان حسباني بكرة رح يكون عندهم احتفال بيوم وطني. هاليوم الوطني هو تحت شعار خلينا نرد لك طبعا صحتك، وهذا شيء كتير مهم. دكتور روجيه حموش رئيس مجلس إدارة مدير عام المستشفى معنا على الخط مباشرة. دكتور، أولا مستشفى ظهر الباشق كان سباق أنه يكون عنده قسم حتى يستقبل ومعالجة المدمنين، وهيدي كانت خطوة كتير إيجابية بمستشفى حكومي، واليوم رح تترجم طبعا بتوسيع هالخدمة هيدي مع معالي الوزير دولة الرئيس اللي بكرة رح يزوركم. سميتوه يوم وطني، يوم وطني. قديش مهمة هالخطوة هيدي؟ ست ريبيكا، أول شيء بدي أتشكرك وأتشكر تلفزيون الـ MTV يلي عطول موكبيننا بأي نشاط عم بيصير بمستشفى ظهر الباشق الجامعي الحكومي عامة وبهالمركز بشكل خاص. هو حقيقة يوم وطني، لأنه إذا هالمركز يلي هو مركز معالجة الإدمان على المخدرات هو وحيد بأي مستشفى حكومي على امتداد الوطن. نعم. مشان هيك هالمركز مدعوم هو مباشرة من وزارة الصحة العامة. أول تاريخ إنشاءه كان بال 2010، مؤسسة الوليد بن طلال مشكورة ساعدتنا على
تأهيل هالبنى التحتية تبعيته، وأول مريض دخل له أول مدمن كان سنة 2013. أهم شيء بهالمركز هو أنه لقى دعم مباشر من وزارة الصحة، ومؤخرا مثل ما تفضلت وقلت دولة الرئيس معالي وزير الصحة الأستاذ غسان حسباني كان له لفتة مميزة لهالمركز منذ تولي وزارة الصحة عبر تخصيص أو زيادة السقف المالي المخصص لهالمركز، بشكل أنه طلب مني ما نرفض أي مريض لبناني مدمن على المخدرات رايد يدخل على هالمركز اختياريا ليتخلص من آفة المخدرات، وما يكون في أي سبب مادي عائق لهالشيء، لأنه الوزارة ستريبكا هي بتغطي 85% من الفاتورة الاستشفائية، بينما بيتحمل المدمن مبلغ رمزي هو بحدود 15% أو ما يعادل 400,000 ليرة لبنانية، لقاء العلاج اللي بيمتد من أسبوع لأسبوعين حسب حالة المريض، بينما نفس العلاج مثل بالقطاع الخاص حتى نفس الأطباء يمكن اللي بيعينوا بيكلف بحدود 4,000 دولار. نحن الهدف من زيارة دولة الرئيس بكرة إنه يطلع عن كثب على حسن سير العمل بهالمركز بشكل خاص وبمستشفى ظهر الباشق الجامع الحكومي كمستشفى عام، لأنه نحن ارتقينا من بعد خبرة 3.5 سنين منذ ابتداء استقبال المرضى فيه إنه نخلي نطلع بهالمركز ونطوره ونحدثه بشكل إنه يصير مطابق للمعايير، نفس المعايير يلي موجودة بمراكز مماثلة بالعالم. نعم. يعني نحن لأنه لائحة الانتظار طويلة عم تطول، صحيح، بسبب عدد الأسرة المحدود يلي هو 15 سرير، ريدين نطلب من دولة الرئيس بخلال زيارته بكرة زيادة القدرة الاستيعابية من 15 ل 25 سرير. هيدي كطلب أول. الشغلة الثانية مثل ما قلت لك ريدين نطور ونحدث المركز عبر إنشاء مكتبة داخله، قاعة رياضة، عندنا أراضي حوالي هالمركز ممكن نعمل لهم ملاعب للفوتبول والباسكتبول، والأهم حابين ننشئ جافرينج روم يعني قاعة للاجتماعات داخل المركز، فلما أهل المدمن بيجوا بيطمنوا عليه أو بيحبوا يسألوا الطبيب المعالج عن كيفية تطور هالعلاج يكون عندهم نوع من خصوصية أو برايفسي ويجتمعوا بمكان يتباحثوا بهالموضوع بشكل private. دكتور حموش ذكرت لفتني أنه اختياريا يعني لازم المدمن أو المدمن يكونوا هني مقتنعين بالعلاج، يمكن هيدا الشرط من الشروط ما هيك، أن يكون هني عندهم اقتناع ذاتي أنه نحن رايحين لنتعالج مش تحت ضغط أو بالقوة، ما هيك؟ هيدا أهم معيار ست ريبيكا للمريض يدخل على المركز لعنا، لأنه نحن حابب لك وأقول للجميع أنه نحن المركز منه سجن. نعم. يعني نحن منه سجن، نحن بيجي هالمريض اختياريا، عندنا خط ساخن هوت لاين، خط 24/24 ست نصرة البيصري الله يعطيها العافية، نحن نوجه لها تحية كمان. شو الرقم؟ نعم 03-583-403 583-483-403 24/24 نصرة بترد على اللي عندهم رغبة يفوتوا على المركز، بتحولهم عند أطباء نفسيين هن بيقيموا حالتهم، وإذا في لزوم لدخول المستشفى بيعملوا لهم تريز ان شارج وبيفوتوا على حساب وزارة الصحة. حتى بكرة بزيارة معالي للمستشفى والجولة وهاليوم الوطني اللي سميتوه لأنه بيعني كل أبناء الوطن، يعني منه محصور بفئة أو بمنطقة أبدا. لكل اللبنانيين، حتى في موقع جديد كمان رح تطلقوه، هذا الموقع شو رح تكون أهميته مدمن أورج؟ هيدا الموقع ست ريبيكا هو قسم التواصل والتسويق بالمستشفى بالتعاون مع بعض الاختصاصيين، عملنا موقع، تعرفي أنت المراهقين خصوصا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي أقرب لغة لإلهم لحتى نوصلهم ونوصلهم أي رسالة من حب نوصلها. نعم. مشان هيك ارتقينا بمجلس الإدارة أنه نخلق أول موقع يعنى بموضوع المخدرات ونحطه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يكون أونلاين موجود عطول
موقع إلكتروني أونلاين يعنى بموضوع المخدرات، رح يطلق بكرة دولة الرئيس ويصفي أونلاين، وهو أنا بأكد لي أنه رح يكون الأول من نوعه بلبنان بالمنطقة، حتى بالمنطقة الشرق الأوسط كلها ما في هالموقع يلي يعنى قصيصا عن بموضوع المخدرات. هو بشكل كتير سريع مقسم لثلاث أجزاء. أول جزء بيعرف عن جميع المخدرات المعروفة بالعالم ونتائجها السلبية على صحة الشخص. الجزء الثاني يعنى بطريقة العلاج من كل مخدر أشرنا إليه بالجزء الأول، وكل المراكز يلي بلبنان معنية بعلاج المخدرات والتأهيل. والقسم الثالث يعنى بواجبات وشو العيلة المحيطة بالمدمن أو أصحابه أو هالمحيطين فيه، شو هن الواجبات اللي عليهم ليواكبوا المدمن خلال مدة علاجه تيكون هالعلاج ناجح. يعني نحن بنتمنى انه هالشباب خصوصا وهالصبايا يلي للأسف عم ينحرفوا عم ينجرفوا، يمكن تلقائيا يمكن غير شعوريا ما بقدر اعرف الأسباب، انا آمل انه يلتهوا بدروسهم، ان شاء الله ما بيكون عنا بطالة، لانه في كتير أسباب هي عم تدفع الشباب يمكن يأسهم من الواقع ما حدا بيعرف. بدنا نقول لهم انه إذا وقعتوا بهالقصة في علاج لإلها، إذا أنتوا أردتوا حتستمر بترجعوا بتنخرطوا بمجتمعكم بترجع صحتكم، يعني ما تترددوا، أكيد في مساعدة بتكون من الأهل ومن الأصدقاء. أنا بدي أتمنى لكم التوفيق دكتور روجيه حموش، وإن شاء الله هذا الموقع مدمن دوت أورك اللي بده يطلقوا بكرة دولة الرئيس من عندكم كمان يكون حافز لهالشبيب ولكل الناس وللأهل. وإن شاء الله كمان ما بحب كتير أقول، إن شاء الله أنه يكون في طريق للكل يقدروا يتعالجوا لأنه في كلفة، والحمد لله أنه الدولة يعني هي عم بتساهم ولو بجزء أنها تستقبل بهالمستشفى الجامعي الحكومي بظهر الباشا. شكرا لك، وأنا أكيد بدي أكمل البرنامج حتى أتلقى اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بأخذ أول اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور مدام، تفضلي. مدام ربيكا. نعم. بليز في عندي تمني. نعم. لوزير الصحة. نعم. في أدوية مقطوعة، ابني عامل عملية براسه. نعم. ومحتاج للسبريل، محتاج للإبانتين، هيدروكورتيزون. مدام هيدي الأدوية ما في لها بديل؟ ما في بديل. يعني وهو صار وقت ياخذها أو في وقت بعد أو شو؟ لا ما في وقت بالمرة إله. يعني لولا ما دبرت وحده بكل كل لبنان مقطوع. نعم. تبريل والابانوتين. نحن رح نشوف مع وزاره الصحه بموضوعهم، واذا في طريقه ثانيه حتى ما ينقطعوا المرضى ومنجاوبك. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو تفضلي مدام. يلا انا هلا بدي احكي. ايه وانا عم بسمعك، تفضلي. عم بسمعك. شو عن الو؟ اهلا تفضلي. بونجور. بونجور. أنا من منطقة البقاع. إيه. بدي اسكيفك. وين بالبقاع مدام؟ من زحلة. إيه، شو عندنا بزحلة؟ اسمعيني. على التليفون، ما تسمعيني على التلفزيون. إيه أوكي. إلي. ألو. إيه عم بسمعك، قولي لي شو عندك بزحلة؟ بدي خبر، بدي أعطي شكوى للست ربيكا. أنا معك ربيكا عم تحكيكي، قولي لي قولي لي شو الشكوى؟ أنا موظف. تفضلي. ست ربيكا بدي اقول لك شغله بس معلش ما توخسي. بدي اقول لك انه اللبنانيين بس يتشكوا على اشياء كله من ايدهم. في موظفين كلها سوريه هون بمنطقه زحله، بيجي تبع وزاره العمل لحتى يشوف مين عنده موظفين سوريين، بيعمل كشف، بفوت تحت التاوله لعن صاحب الشغل، بيقبض ال 200 ألف بجيبته محل 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 حد بعضهم، بحطها بجيبته وبيسكت وبيفل. انا هالشغله صارت قدامي، ما كنت صادق، صارت قدامي من يومين. طيب انتوا بتجيبوا سوريين كرمال ضمان انه لا توفروا ضمان، ما عم تدفعوا عليهم. شفتي كيف شو عم بيصير الزعبره؟ هي من وين صارت قصه اللبنانيه عم بتشكوا؟ كله منهم هن. كله من اللبنانيه الغلط منهم. اوكي مدام انا بشكرك، وهذا اللي عم بتقوليه هذا اخبار،
يعني هيدا إخبار برسم طبعا المعنيين خصوصا وزارة العمل دائرة التفتيش، وأنا رح أتصل بمعالي الوزير رح أحطه بالجو، لأنه مؤسف جدا اليوم. أنه أنا بفهم يمكن في بعض الأشغال ما بيشتغلها اللبناني منعرفها، ولكن إذا عم نشيل اللبنانية وعم نغطي على الأجانب سوريين وغير سوريين، هيدي جريمة بحقهم وبحق الوطن. أنا رح أبلغ معالي الوزير العمل بهذا الموضوع، وأهلا وسهلا فيك. فاصل ومن تابع. من تابع الحل عنا عبر الام تي في، رح حطه هلا على الشاشة. هو ورقة منا رسمية، ورقة إلى سكان البناية، كل عيار عليه جزا $50، وعيار يعني وحاطين كمان وعيار وحده ما بيمشي الكل سوا. اتصلوا على هالرقم، حاطين الرقم وحاطين انه يلي بيشيل الورقه بيدفع جزا $1,000. ما بعرف مين هو مسيو دانيال، واذا هو مكلف من مسميه بيروت وجبل لبنان حتى يأنذر الناس بخط هالايد ويعلقها على حيط البنايات بالاشرفيه ويلزم الناس انه تشيل العيار لانه بدهم يحطوا عديت. انا اللي بدي اقوله انه اليوم مياه بيروت جبل لبنان عم تعتمد العداد، واعتمدته في بعض المناطق والبلدات اللبنانيه، ولكن اليوم بالاشرفيه كمان عم بتغير من العيار للعداد. ولكن هيدي العمليه تلقائيه، يعني المؤسسه بتشيل العيار بتحط العداد ومجانا، يعني تلقائيا اي منطقه عم تدخل عليها العداد لانه بدها تزيد المي عم يتغير مجانا. يعني بتشيل عيار بتحط عداد، لا في رسم ولا في طلب، وحتى ما في واحد يقول لا اذا كانت المنطقه بدها تصير على العدادات. يعني ما في يكون بنايه ايه بنايه لا، طابق ايه طابق لا. انا اللي بدي اقوله بدي حذره، يلي حاطط هذا الرقم ويلي عم بيهدد الناس بالاشرفيه وعم بيقول لهم هالكلام، انا بتمنى على مدير عام مؤسسة بيروت جبل لبنان اليوم قبل بكره يعرف منو هالرقم، مين وراه، ومين عم ينتحل صفه، ومين بحق له يهدد الناس. بننتقل لنقل مباشر.